أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. دلوقتي حاليا موجودين في شارع السلطان حسين بمنطقة محطة الرمل، وجولتنا هتكون في شارع المتحف. ده شارع المتحف اليوناني الروماني. ايه هو اوله؟ شارع السلطان حسين. ده شكل الشارع، ونهاية الشارع هيكون أو بيكون شارع فؤاد. جولتنا هتكون في الشارع ده النهاردة. شوفوا بقى، على أول الشارع تحفة فنية، عمارة من الزمن الجميل. شوفوا هنا مدخل العمارة قد إيه جميل، والمباني بتاعتها. ده باب العمارة، طبعا مفيش الحاجات دي دلوقتي. المباني تحفة أصلا. شوف هنا كمان العمارة التانية، ده مدخل العمارة التانية. على فكرة هما هنا دلوقتي حاليا بيعملوا صيانة للعمارة. الشارع شارع المتحف الروماني اليوناني في حوالي 4 عماير من الزمن الجميل. شوفوا شكل العماير، شكلها ايه. العمارة دي او معظم العماير في المكان ده اتبنت في عام 1880 وكمان 1890. ده شكل الشارع. شوفوا كمان جمال المعمار. الحقيقة تحس ان انت يعني مش في اسكندرية خالص. ده مدخل عمارة كمان. شوف شكل تصميم العمارة قد ايه راقي، تحس ان انت في اسبانيا او في فرنسا، يعني ما نحسش ابدا ان احنا في اسكندرية. شوف جمال المعمار. وكمان في شارع المتحف دي المدرسة القومية، موجودة برضو في شارع المتحف الروماني اليوناني. وده المتحف اليوناني، طبعا هيتم يعني افتتاحه ان شاء الله في ديسمبر 2023 في اخر السنة. وده شكل الشارع، شكل العماير قد ايه راقي. الشارع ده من ارقى شوارع اسكندرية. المكان هادي وراقي جدا جدا. ودي فيلا على ناصية شارع فؤاد، بتعتبر يعني في نهاية شارع المتحف. وده شارع فؤاد. هنرجع تاني لشارع المتحف الروماني. هنا بيعتبر آخر شارع المتحف شارع فؤاد. وهنا المفروض دي المحافظة القديمة اللي اتهدت، ده مكانها بالظبط على ناصية شارع المتحف. وده شارع فؤاد، ودي قطعة فنية من الزمن الجميل، عمارة من الزمن الجميل في شارع فؤاد. قد ايه جميلة، قد ايه راقية جدا. ودي من 1800 برضو. هنرجع تاني لشارع المتحف الروماني من هنا. ده المتحف الروماني. في شارع قدامه على طول، الشارع ده في ميدان اسمه ميدان الخمس فوانيس. اهو ده اتجاهه، هوريكم الشارع من هنا. ده ميدان الخمس فوانيس. في مجموعة عماير الحقيقة راقية جدا جدا من عام 1880، حوالي 4 عماير. وميدان الخمس فوانيس بناها عيلة يهودية، عائلة يهودية اسمها عائلة عادة.
عائلة عادة دي بنوا كمان في اسكندرية في ميدان أحمد زويل أو منطقة وبور المية عمارة الليسي اللي كلنا عارفينها، العمارة الكبيرة الجميلة. شوفوا المباني قد إيه رقية، قد إيه جميلة. زمان كانوا بيهتموا بالتفاصيل الصغيرة قوي. ده شكل الميدان، ميدان الخمس فوانيس، والشارع ده اسمه شارع خلف سينما مترو اللي جاية منه العربيات. بصوا قد ايه الشارع راقي، المكان من أرقى أماكن اسكندرية. وده شكل الميدان، ميدان الخمس فوانيس. الحقيقة المكان حلو جدا وراقي قوي، ومجموعة العماير نادرة جدا. شكل الميدان شكله ازاي؟ احنا كأننا في قطعة من أوروبا. وبشكركم دايما على تواصلكم معايا.